هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل ترون حفظ العمدة لابن قدامة أو أن غيره من المتون أولى بالحفظ؟ أولى إيه؟ أولى بالحفظ. ما هو بالكلام على الحفظ، احفظ إن شاء الله المغني ما يخالف، لكن على من تحفظه؟ على نفسك؟ ما يجوز هذا، لازم تحفظه على أحد العلماء المعروفين يشرح لك ويبين لك، هذا هو المطلوب. نعم.